جائزة السيد رئيس الجمهورية ماهيش فقط وسام، هي برنامج، هي نتاج لسياسات وإصلاحات عميقة. الكثير كان لا يؤمن بهذه الإصلاحات، الكثير كان ينتظر ربما حتى فشلها، لأننا منذ الاستقلال وإحنا نتكلم على تنويع الاقتصاد الجزائري وترقية الصادرات خارج المحروقات، إلا أنها بقيت خطابات سياسية وفي بعض الأحيان سياسوية. لذا كان الكثير من الملاحظين سواء داخل أو في الخارج يشككون في هذا المسار. انطلق المسار بإرادة سياسية، بجرأة وبشجاعة، انطلق هذا المسار أيضا ببرنامج، بورقة طريق، بمشروع مجتمعي، لأن التصدير ماهوش يعني من خلاله فقط عمل تجاري، هو عمل تجاري بطبيعة الحال يعني نهاية الموضوع، لكن يتطلب أنه فيه سلاسل مختلفة يجب احترامها. وسام السيد رئيس الجمهورية ماهوش فقط يعني أنتروفي يتقدم إلى أنه واحد تقدم يعني مجموعة من الخدمات أو باع شيء ما من السلع، إلا أنه يعني هو اعتراف بأن نجاح هذا المسار الذي كان يشكك فيه الكثير، يعني لحقنا إلى أننا نجحنا، أن حطينا القطار في السكة. وسام السيد رئيس الجمهورية هو تقييم لسياسات وإصلاحات معينة وضعت الأرضية والأسس الحقيقية للانطلاق في برنامج، لأنها هي انطلاقة. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.